بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل مع بعض دلوقتي طريقة البطاطس بالبشاميل، طعمها بجد تحفة جدا. هنبتدي الوصفة بان احنا نسلق البطاطس بتاعتنا، وبعد ما نسلقها هنهرسها كويس جدا ونركنها على جنب لحد ما نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. دلوقتي هنبتدي نعصج اللحمة المفرومة. هنحط البصل بتاعنا الأول يتشوح شوية، وبعد كده هنزل باللحمة المفرومة، هقلبها مع البصل كويس. طبعا لو احنا حابين ان احنا كمان نحط على العصاق بتاعنا فلفل الوان بتبقى جميلة جدا برضو. هبتدي اعصق اللحمة بتاعتي. هنزل دلوقتي بالبهارات، ملح وفلفل، سنة جنزبيل، سنة قرفة، بابريكا، ثوم بودرة، وبصل بودرة. وهبتدي اقلب العصاق بتاعي لحد ما يستوي تماما. بعد كده هبتدي احضر البشاميل بتاعي. انا حطيت الزبدة وهنزل عليها بالدقيق. وصفة البشاميل او طريقة البشاميل بالطريقة دي بحط الدقيق قد الزبدة، بمعنى لو انت حطيتي معلقة زبدة هتحطي قصادها معلقة دقيق. هبتدي اقلب الدقيق بتاعي في الزبدة لحد ما يتحمر سنة، او يوصل ان هو يبقى فيه سنة تحميرة. كده الدقيق والزبدة بتوعي امتزجوا وبيتحمروا. بعد كده هنزل باللبن. اول ما اوصل للمرحلة دي ما ينفعش اسيب البشاميل بتاعي خالص، طول ما انا بضيف اللبن لازم افضل اقلب فيه عشان ما يكلكعش. بعد كده هنزل بشوية ملح وشوية فلفل، وبعد كده هبتدي استمر في التقليب. ما ينفعش اسيب البشاميل بتاعي خالص عشان ما يتقلش ويتكلكع، لازم افضل اقلب فيه لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. طيب لو تقل مني شوية ممكن تزودي شوية لبن وبتدي قلبي فيه بردك تاني لحد ما يوصل للقوام اللي انت محتاجاه. القوام بتاعه دلوقتي كويس جدا. هتطفي على البشاميل لما يبتدي يغلي. اول ما يبتدي يغلي هتطفي عليه. بعد ما خلاص استوى عندي البشاميل وطفيت عليه، حطيت له شوية جبنة مبشورة. طبعا انت حابة تحطي اي نوع جبنة انت عايزاه براحتك، وطفيت عليه. دلوقتي هنبتدي بقى الوصفة بتاعتنا. انا جبت البطاطس بعد ما هرستها، حطيت عليها ملح وفلفل، ثوم بودرة وبصل بودرة، حطيت عليها شوية خضرة عبارة عن بقدونس وشبت وكزبرة، شوية جبنة مبشورة، برضو جبنة موتزاريلا مبشورة. حابة انت تزودي الوصفة بتاعتك بأنواع جبنات تانية بتبقى رائعة جدا، الجبنات بتديها طعم رائع جدا جدا جدا. هحط عليها شوية بشاميل عشان اطري البطاطس بتاعتي، وأقلب الخليط بتاعي كويس جدا لحد ما يمتزج مع بعضه تماما. وصفة يا جماعة والله رائعة، طعمها جميل جدا جدا جدا. هجيب القارب بتاعي وأدهنه بالزيت، حابة تدهنيه بحتة زبدة اللي يريحك. هحط طبقة بشاميل من تحت وأفردها كويس جدا. بعد كده هبتدي احط طبقة من البطاطس، وخلي بالك ان البطاطس بتاعتك برضك تقيلة الى حد ما، فبالراحة عليها وانتي بتفرديها عشان ما تاخدش البشاميل وتتقلب بيه، تبقى البطاطس تحت والبشاميل فوق فهتتقلب خالص. ابتدي بعد كده احط اللحمة المفرومة بتاعتي العصاج اللي انا عملته وافرده، واخر طبقة هحطها هي طبقة البطاطس. هفردها بردك براحة جدا لان هي بردك تقيلة عشان ما تتقلبش مع اللحمة المفرومة، وبعد كده الاقي اللحمة المفرومة هي اللي بقت على الوش. هفردها كويس جدا وهحط النهايات بتاعتي بقى طبقة من البشاميل وافردها. اخر حاجة بقى هتديني التحميرة الحلوة اللي انا عايزاها بيضة مع ملح وفلفل ومعلقتين لبن، اضربهم كويس جدا واحطهم على الوش.
هدخل الصينية بتاعتي فرن سخن جدا، وبعد كده بعد ما يتحمر الوش هتطلع بالشكل ده وبالهنا والشفا.